صباح الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم تبدأ المملكة تتأثر أخيرا بكتلة هوائية معتدلة الحرارة تعمل على انخفاضات واضحة على درجات الحرارة لتعود لتصبح حول معدلتين مثل هذا الوقت العام، وأيضا تنشط الرياح الغربية المثيرة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تكون هناك رياح نشطة 18 درجة مئوية، الملموسة 18، الرطوبة 53%، والرياح تكون نشطة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون جيد. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية. انخفاضات واضحة على درجات الحرارة، المفرق 23 إلى 11 مع أتربة مثارة، إربد رياح نشطة 21 إلى 14، نفس الأجواء في عجلون مع 20 إلى 13، أما جرش 23 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا انخفاضات واضحة على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح، الزرقاء أتربة مثارة 24 إلى 13، البلقاء 22 إلى 13 مع رياح نشطة، نفس الأجواء في العاصمة عمان مع 22 إلى 11، مأدبة 23 إلى 13، والبحر الميت 29 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية نبدأ أيضا بالكرك، انخفاضات واضحة على درجة الحرارة أيضا 22 إلى 12، نفس الأجواء والحرارات في الطفيلة، الشوبك 22 إلى 10 مع رياح نشطة، معان طقس مغبر 25 إلى 10، والعقبة طقس صافي 31 إلى 19 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 28 إلى 13 مع طقس مغبر، أرويشة 33 إلى 14، والصفاوي طقس مغبر مع 28 إلى 12 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.